نبدأ بقى مع حضراتكم ونبدأ كلامنا بالحديث أكيد عن قرعة دوري أبطال أفريقيا اللي هتكون بإذن الله النهارده. ناس كتيرة جدا مترقبة هذا الحدث الكبير اللي معروف كمان زي ما حضراتكم يعني عندكم أكيد معلومة النادي الأهلي هيبدأ فيها من دور ال 32 المؤهل بإذن الله بعدها لدور المجموعات. وبالمناسبة برضو بداية القرعة هتكون أول يوم حابين إحنا كده نقول زي كل مرة بندخل فيها البطولة يا كريم دي بالتحديد إحنا أصحاب الرقم القياسي في الفوز بيها. تاني دي لغة أرقام، مش بنقول كده نعمل سيت لنفسنا، ده بلغة الأرقام. وإحنا والأكثر من كده كمان إحنا أصحاب الرقم الأعلى في القارة في الفوز بعدد البطولات القارية. فإن شاء الله تكون بدايتنا كده خير، وزي ما كنا كمان ضيوف على منصة التتويج 5 مرات يعني آخر 6 سنوات نكون موجودين كمان النسخة اللي جاية ونكون أبطالها بإذن الله. بس نعمل اللي علينا، أهم حاجة الواحد يشوف إن إحنا أو المنتخب بتاعه أو الفريق بتاعه بيعمل اللي عليه، هو ده اللي إحنا عايزينه. وإن شاء الله الفريق يعني يشرفنا، والنهاردة كمان هيكون لينا أكيد كلام كتيرة عن هذا الموضوع. بس يعني خليني أقول لحضراتكم برضو بالنسبة للفرق اللي مش هتبدأ الدور التمهيدي عشان ده برضو مهم قبل ما أكيد هم مرشحين للبطولة، وهم طبعا الأهلي وأنا قلت الكلام ده امبارح، الوداد والرجاء والترجي ومازيمبي وسان داونز. بالتوفيق إن شاء الله للجميع، وأكيد هتكون نسخة كريم قوية جدا طبعًا من دوري طبعًا الأبطال بتنتظر أكيد كل المنافسين. في الأول في الآخر احنا عايزين نشوف كورة حلوة، كل واحد يشوف فريقه يعني بيبذل أفضل ما عنده في الملعب، احنا مش عايزين أكتر من كده على فكرة. صحيح. والزعل اللي كان الفترة اللي فاتت يا كريم خلي بالك مش قصة بطولة ولا ماتش، قصة إن أنا عايز أشوف فريق اللي أنا أعرفه، هي دي النقطة، ده ما كانش فريق اللي أنا أعرفه، بس هي دي القصة كلها. لكن إحنا قلنا الكلام ده امبارح، إن شاء الله أولى خطوات الإصلاح على الأرض بانت واللي جاي أحسن، دايماً بحب الجملة دي اللي جاي أحسن يا وأحلى رب. يا رب الحقيقة يعني برضو كلمة حق لازم تتقال، يعني كل التقدير وكل الاحترام وكل الحب لجماهير النادي الأهلي العظيمة العقلانية المنطقية اللي دايماً بتساند وبتؤازر النادي الأهلي في كل الأوقات، ودايما بيتألقوا في أوقات الانكسار أكتر كمان من لحظات الانتصار وما أكترها في تاريخ النادي الأهلي. لو شفنا مثلا، لو ضربنا مثال كده عشوائي مرتجل، الجماهير النادي الأهلي كانت حاضرة الماتش الأخير بين الأهلي والاتحاد السكندري، المفروض أن الناس دي رايحة وهي في قمة الإحباط، في ناس ممكن تشوف أن احنا نروح ليه ونشجع ليه ونساند ليه، ما الدوري بالسلامة. جماهير النادي الاهلي ما عندهاش حاجه اسمها الدوري بالسلامه، جماهير النادي الاهلي، ودي النقطه اللي نهاوند كانت بتتكلم فيها من شويه فعلا، واللي حقيقي تسببت في غضب الكم الاكبر من جماهير النادي الاهلي، مش نتيجه اللقاء، مش الخساره، مش ضياع لقب، مش ضياع درع، مش ضياع بطوله، ضياع شخصيه البطل، ضياع الروح المعتاده اللي احنا متعودين دايما نشوفها من كل لعيبه النادي الاهلي ايا كانت الملابسات وايا كانت الاوضاع ايه. والحمد لله شيء بشيء الروح ابتدت ترجع مره تانية نتيجه وقفه كان لازم تتوقف وعمليه اصلاح كان لازم تتم. كل التوفيق طبعا للي جاي، واكيد احنا مش جديد علينا التواجد بشكل دائم ومستمر في نهائي ارقى بطولات القاره، وان شاء الله رب العالمين يكون اللقب اهلاوي في النهايه. تعالوا بقى نروح لمسابقه الدوري العام ومباراه المصري البورسعيدي بكره ان شاء الله يوم الاربعاء في برج العرب، اكيد بعد فوز غالي على الاتحاد السكندري والفوز بثلاثيه طبعا كانت حاجه جميله جدا ان انت تصلح من اخطائك وترجع مره ثانيه عشان تستعد للموسم اللي جاي من نهايه الموسم الحالي. والأهم من ده كله اكتشاف أكتر من عنصر جديد من اللعيبة الشباب اللي زي الورد، زي أحمد سيد غريب مثلا اللي عبر عن نفسه بمنتهى القوة، بالإضافة لزياد طارق وفخري، والحقيقة أكتر من لاعب من فريق الشباب اللي بنتمنى لهم كلهم كل التوفيق في اللي جاي، وأكيد هيبقى عندهم مساحة كافية يا نهواند إن هم يظهروا طبعاً. دي فرصة ذهبية زي ما بتقال، ده الواحد بيبقى مستنيها، وهو بقى اللي بعد كده اللي عليه ينتهز الفرصة دي ويثبت نفسه. لا بس الفرصة ما بتجيش لأي حد، لما تجيلك لازم تمسك فيها، ده كلام محترم جدا.